معكم لفقرة خاصة بالفن التشكيلي، استخدام الأحجار النهرية في الديكور وفي إنتاج أعمال فنية وكمان أعمال جمالية خاصة بالفنان التشكيلي والمهندس وليد فؤاد. خلونا مع بعض نمشي نتابع الإبداع ونرجع نتواصل مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. وليد فؤاد محمد، فنان تشكيلي ومهندس. أنا بصدد التعامل مع خامة الحجر اللي هي الحجارة النهرية، موجودة في مواقع كثيرة جدا في السودان. حاولنا نطوع الخامة بأنه ننتج منها بعض المنتجات التحفية زي البرك أو الشلالات أو الجزر. النماذج الموجودة كتحف دي هي تستخدم كتحف جمالية، مكونة من مواد الإيبوكسي صديقة للبيئة ونباتات صناعية وأحجار على شكلها الطبيعي التي توجدت فيها في الطبيعة. حاولنا نقدم التحفة بشكل نموذج دون ما تدخل في شكل الحجر أو لونه، لأنه هو عنده قيمه الجمالية المتناسبة. أنتجنا منه القطعة دي في الأحجام دي بحيث أنها تستخدم كتحف وقابلة لأنها تستخدم كبرك جمالية في مداخل المباني في الصوالين كده باستخدام أنظمة العزل المناسبة. نفس المواد أنتجت منها نموذج لجزر، اقتبسنا الحجر ذاته تواجده في الموية تكويناته على الطبيعة، حاولنا ننقلها برضها في قوالب تدخل البيوت، يعني بدل الزلمة يشوف المنظر في حتة تانية بعيدة ما قادر يشوفه، يوجد شكل جمالي يتناسب والمساحة الموجودة في المباني. عندنا الخام الحجر ذاته زي ما قلنا ما تدخلنا فيه بأي شكل من أشكال التصنيع، تعاملنا مع الخامة ذاتها بألوانها بحيث أنه هي عندها قيمة جمالية المناسبة لإبرازها في استخداماتنا داخل المنزل. عندنا بعض القطع استخدمت كقطع منزلية، دخلت فيها قطع صناعية بحيث أن المهمات برضها تكون كقطع جمالية، اللي هي دي مثلا صينية بتاعت إيبوكسي مكونة من الأخشاب والعزل الطلائي في الخلف والمواد مواد الإيبوكسي من الأمام مع إضافة إكسسوارات. بنفترض أن هذه أشكال راغية جدا للشغل، يعني أبرزت قيم جمالية للحجر.